ابراهيم سعيد السرغيني، رئيس منقطع فاس مدينه. كنرحبوا بسكنات المغرب ككل في المدينه ديال فاس باش نعرفوا المدينه القديمه خاصه اللي هي حاضنه ديال المولاي ادريس الثاني، وبايجاز طبعا الحال عن ما انجزته مقاطعه فاس المدينه والمكتب ديالها. للاسف هذه اكاذيب اللي هي واهيه. السابقة كان عندنا جمعيات اللي ندعموا معها ديال تنتمينا زعما كما اننا ضمن هنايا على الزنقه ديال سيسكو. في الواقع حتى كنا واقعيين، اذا تكلمنا على الركود فالركود هو او يشتكي منه العالم ككل. فإذا تكلمنا عن اختصاصات ديال المقاطعه فهي اختصاصات محدود، وبالتالي ما يمكنناش نتكلموا على ركود سياحي، بينما الارقام هي تقول عكس ذلك. لاننا مازالين في البدايه، ان شاء الله المستقبل ان شاء الله تكون النتائج ديالو اطيب بحويه.